النجاح هو جزء من السعادة، وطبعاً أي إنسان يوصل إلى هذه المرحلة أكيد راح يشعر بالنجاح وراح يشعر بفخر بنفسه، خصوصاً إذا كان بيمشي في الطريق اللي هو يتمناه وبيحقق أهدافه. لكن إيش بخصوص التفوق؟ هذا اللي راح نعرفه في هذه الفقرة. إيمان، إيش بخصوص التفوق؟ فعلاً أسرار التفوق له أسرار، وهو حالة مختلفة. مهما كان طريقك صعب، لكن في النهاية تكون أنت مركز على هدفك عشان توصل للمكان اللي تبغاه مهما كانت العواقب. هذا الموضوع رح نتكلم فيه أكثر مع ضيفنا اللي نورنا في استوديو، سيدتي مدرب التنمية البشرية والتطوير أستاذ محمد الدويك. يا هلا فيك. يا أهلا وسهلا أستاذ محمد. نبغى نعرف، يعني في ناس ناجحين وفي ناس ناجحين ومتفوقين، نبغى نعرف الفرق بين الحالتين. طيب أنا أقول لك حاجة، فاكرة أيام الدراسة لما كنت جي بي دي على سبيل المثال، فأنت ناجحة لو طلعتي مرتبة أعلى جبتي سي، برضو أنت ناجحة لو طلعتي مرتبة أعلى بي انت ناجحه، لكن بنقول على مين متفوق؟ اللي جايب A بلس، اللي جايب A بلس. ف في A وفي A بلس. بالضبط عشان كده في فرق. فاللي بيبحث دائما عن التفوق بيفكر تفكير خارج الصندوق، دائما يقول لك انا برفع مقاييسي بكون خارج التصنيف، ما يجي يقول خلاص انا اهم شيء عديت، لا انا باوصل لمرحله انا اكون راضي عن نفسي تماما. بالضبط صحيح. لكن ايش يعني ايش علاقه التفوق بتحمل المسؤوليه وتخطي كل الاشياء اللي ممكن تتعب وبعدين نوصل للراحه؟ يعني ايش علاقة التفوق بتحمل المسؤولية؟ جميل. شوفي انت تبي تمشي في الطريق عشان تكون انسان متفوق في هذه الحياة، صح؟ في يوم من الايام انا اشتريت كتاب اسمه مبادئ النجاح، ايام ما كنت لساعي صغير كذا، اول راتب استلمته اشتريت كتاب اسمه مبادئ النجاح لجاك كانفيلد. فكيت الكتاب على اول صفحة فلقيت المبدأ الاول بيقول لك تحملي مسؤولية حياتك بنسبة 100%. فالقاعدة اللي كان بيتكلم عنها قاعدة حسن، وكذلك اتكلم عنها آدم كوفي كتابه سيطر على عقلك وصمم مصيرك، من أجمل الكتاب ذكرتهم حاليا. بالضبط، ولسه الحين حتشوفي لسه الإبداع جاي في الطريق. فتكلم عن قاعدة حسن. فحسن مكون من 3 أحرف، حا يرمز إلى حرف، يرمز إلى كلمة حدث، وبعد كده الاستجابة ترمز إلى ردود أفعالنا تجاه الأحداث اللي بتحصل لنا، وهذا اللي بيتوصلنا إلى النتائج. أغلبنا بيوصل لنتائج هو ما يبغاها لأنه بيستجيب للأمور بطريقة خاطئة. أينشتاين عرف الجنون إنه تفعل نفس الشيء بنفس الطريقة وتتوقع أن النتائج راح تختلف معك. فعلا. طب نبي نعرف كمان من مميزات من الأشياء حقت التفوق والأعمال حقت التفوق اللي الواحد لازم يوصل لها، يعني نقدر نقول شوية في مرحلة وعي أكثر. طيب ففي قدرات ممكن تكون عند إنسان غير إنسان، ولا هي يمكن ما هي قدرات، يمكن إحنا عندنا سوء تخطيط؟ شوفي في البداية كله بيبدأ، إذا أنت ما كنت حاطة لنفسك خطة وواضحة المعالم راح توصل إلى ولا شيء. فأغلبنا ماشي في هذه الحياة بنمط طبطب وليس يطلع كويس، هذا مثل سائد عندنا إحنا الشباب دائما بينقال إنه الواحد ماشي عفوي زي ما تيجي اللاوي على قولتهم. بالضبط. فقاعد انه ما عنده خطه، مو عارف ايش حيسوي، مخطط ايش حيسوي في الويكند بس مو مخطط ايش حيسوي بعد سنه. فهذا اللي بيوصل انه هو بيحصل على النتائج هو ما يبغاها. يعني مساله تخطيط هذا في المقام الاول. بعد كذا خططتي ابدا اشتغلي، ما حينفع انه والله خطط واقعد اضيع وقتي في التخطيط واشرح للناس الخطه لكن على ارض الميدان ما في ولا اي خطوه فعليه. يقال انك لما تكتب الهدف حقك او اللي انت حاب توصل له في ورقه كل يوم حقيقي في النهايه توصل له، صحيح؟ حقيقي. هذا من ضمن الخطط يعني. ايوه. واقول لك حاجه احلى من كذا، يقول لك يوم ما يكون عندك هدف واضح المعالم الكون كله بيتعاون معك عشان يحقق لك هدفك انت. صحيح. هذا من اكثر الاشياء اللي دائما نسمعها، ويقول لك انت تصنع قدرك بنفسك بتفكيرك وبالاشياء اللي بتسويها. طيب هل ممكن تكون النجاح له علاقه بالزوجه او بالاهل او الناس المحيطين فيك ولا أكيد لا؟ اكيد اكيد. بس لو نيجي نبسطها شويه، البعض ايش بيسوي لما نيجي يبغى ينجح؟ بيركز على جانب ويهمل الجانب اخر. ما ينفع انه انت تركز على جانب وتهمل جانب اخر. يعني عندنا مثل سائد دائما بيقولوا ايش؟ وراء كل رجل عظيم مين؟ امرأة. يعني يا ربي لك الحمد امي موجوده في حياتي الله يحفظها لي يا رب. فهي سبب، كان يعني سبب مره كبير في هذا النجاح. كثير من الناجحين دائما حتى في الغرب يعني بيشكروا في زوجاتهم ويمدحوهم، يعني ما يقدم دورة تدريبية. يعني أنا رحت حضرت شفتهم، ما يقدم دورة تدريبية إلا زوجته موجودة ويشيد بها أمام الناس. بس أستاذ محمد كمان بيجي حالات بتشوفها يمكن خارج عن هذا الإطار اللي بتتكلم عنه، أغلب العظماء يكونوا عايشين تقدر تقول لحالهم، ما كان عندهم أي فرد يشجعهم، يعني شدوا حالهم و أثبتوا نفسهم. إذا بديتي حتلاقي بعد كده الأتباع حيجوكي. يعني أنا في قناعتي إنه ممكن أوصل للهدف لوحدي، ولكن حكون أقوى لو إذا حالي كان الناس يدفعوني. بالضبط، يد الوحدة ما تصفق. بالضبط. صحيح. لكن لو أنا حابة أوصل لهدف معين أو أتفوق في مجال معين، كيف أهيئ نفسي عشان أتفوق في هذا المجال؟ يعني يا ريت لو تعطينا مثال على هذا الموضوع. طيب أنا أقول لك حاجة بسيطة. أول حاجة الواحد عشان يتفوق في مجال معين لازم يعرف نقاط قوة. رب العالمين ميز كل إنسان فينا بنقاط قوة. أغلبنا إيش بيسوي؟ بيركز على النقاط
نقاط ضعفه ويحاول يطورها. نقاط ضعفك عمرها ما راح توصلك للشيء اللي انت تبغاه. نقاط قوتك لو انت ضربت فيها راح تبرز. على سبيل المثال دكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه، هذا الانسان كان في يوم من الايام عينه على احد المناصب في الفنادق، بدا كان يغسل صحون، لكن لما جاء ختم كان راتبه السنوي ابو 6 اصفار. ليه؟ لانه كان عارف هو فين رايح. بدا الكل كان بيتريق عليه انه انت ما راح تنجح، ما راح تسوي، ما راح تفعل، حقروه اهانوه، بس كان رايح لطريقه وعارف فين رايح. ستيفن كوفي في كتابه العادات 7 للناس الاكثر فعاليه بيقول لك ابداي والنهايه في ذهنك. صحيح، وهذه الكلمات كلها لو حطيناها تحت قدمنا راح نرتفع وراح نوصل للي احنا بالضبط. صحيح، بس كمان من الاشياء اللي الواحد يوصل لها يمكن بعد خبرات او نقدر نقول عقبات كثيره في حياه المرء، يكون عنده حاله من تقدر تقول خلاص الاسترخاء الزايد، وخلاص يقول لك خلاص انا ما في اشتغل، ما في اسوي. طيب انا مثلا في هذه المرحله من حياتي كيف ابدا افتح صفحه جديده مع نفسي؟ ايش الاشياء اللي ممكن القنها لذهني، الاعمال اللي ممكن اسويها تشجعني انه انا اغير نظرتي وابدا يكون عندي هدف؟ اول حاجه في مبدا يقول لك جيت ان ذا جيم، ادخل اللعبه. ففي البعض ايش بيسوي؟ قاعد في بيته ما بيحاول انه يدخل، فتلاقي انه ممكن في البدايه انت حاسه ما انت عارفه الخيار الانسب لك. اذا ما كان عندك رغبه ملحه عمرك ما راح تنجحي، فلابد انه الدافع يكون داخلي في الاساس. اغلب الناس بيسوي يبغى الاخرين يحفزوه، الاخرين ياخذوا بيده. ما عندك الدافع حاليا؟ ما عندك الدافع. الدافع من فين يجي؟ لما انت تدخل، شفتي كره الثلج اول ما تبدا تدحرج تدحرج تدحرج، تبدا صغيره. في البدايه انت حتمشي في طريق انت ما انت عارفه فين رايحه. في يوم من الايام كلنا يعني حتى التخصصات الدراسيه تلاقي الواحد فينا والواحد ما هي عارفه هي فين حتروح. هذا شيء، واللي تتكمل فيه شيء ثاني. بالضبط. لكن لما دخلت في اللعبه انه بدات تشوف بنفسها وتجرب، اخذت خطوه عمليه فعليه، حتبدا الرؤيه لها تتضح اكثر واكثر. بس صحيح. المهم انه الواحد يدخل في اللعبه ويبدا يجرب. اتحرك. صحيح. اتحرك. الله يرضى عليك. من النقاط كمان اللي تحدثت عنها اللي هي اظهر المعرفه، هل لازم انه انا اقول رايي في كل موضوع واشارك؟ لا، ما ينفع انه الواحد يكون فيلسوف في كل شيء. حلو انه الواحد يكون متخصص، يعني حتقلب بافتاء يعني. بالضبط. حلو الواحد يكون متخصص. ايوه، حلو الواحد يكون متخصص في جزئيته ويتكلم، لكن لما نيجي نقول اظهر معرفتك، هذه من الاشياء اللي بتساعدك انه انت ترسخ المعلومه عندك وتطور نفسك اكثر واكثر. فحلو الواحد يشارك المعلومات مع الاخرين. زكاة العلم اخراجه، فخرج العلم اللي عندك للاخرين. صحيح. لا تخلي الاشياء الحلوه دائما داخلك، خرج للاخرين. لو فعلا عندك علم يعني مو أكيد. من عندك إيه؟ حلو. أيوه. يعني ندقق على هذه النقطه، لان احيانا بتلاقي ناس كثير عندنا شغل الانا عالي، ما نحب نسال. احنا في مجتمع دائما نقول انا فاهم انا عارف، يعني نوع من الكبرياء. فالناس اللي يكونوا ماشيين على هذا الطريق، في طريقه اللي هي الواحد يسال، ايش ممكن تقول للناس انه يقدروا يسالوا؟ مو عيب انه انت تسال. صح. مو عيب انك تتكلم. ايش ممكن الاشياء اللي تقول لهم اللي حيستفيدوا منها لو انت بدات تسال؟ شوفي، ايش تعريف الاستشاره؟ فن استخدام العقول. انا لما بجي استشيرك انا كان عندي راي، انا شايف من زاويه واحده. لما انا استشرتك انا صار عندي كم راي؟ 3 اراء. فالبعض ايش بيسوي؟ دائما متحيز لرايه. لا يا بني ادم، انت مو دائما صح. الرسول عليه الصلاه والسلام هو الرسول، وبيجي الوحي. وغزوه الخندق كانت بالاستشاره، الفكره حقت الخندق كانت بالاستشاره. فما خاب من استشار. ممكن تستشير ولكن يعني تاخذ الاراء، ولكن في النهايه تعمل يعني اللي انت تبيه. الموازنه، تعمل الموازنه، تختار الشيء الصح. لكن في اللي هو راكب راسه، حسوي اللي في راسي، حسوي اللي في راسي. طب ليه استشرت؟ ليه ضيعت وقتهم وضيعت وقتك؟ صحيح صحيح. لكن لو انا عندي شخص حابه انه انا ادعمه او اخليه يكون شخص ناجح، كيف ممكن اقدم له استشاره تفيده؟ اول حاجه، هل انت صاحبه علم انه انت تقدري انه انت تنصحي؟ لانه ممكن احيانا هنا تكون النصيحه خاطئه حتوديه حتلبسه في الحيط. فلابد اول شيء انه عشان انا انصح، يعني دائما احنا قلبنا على الاخرين، نحب ننصح نحب ننصح. فاذا ابغى انصح لازم اكون انا عندي علم، انا عارف انا فين حودي، مو انه يلا امشي. بس هذا الشيء كمان بيطبق خصوصا للاهالي اللي اولادهم لسه في المدارس، يعني حابه طفلها او بنتها دائما تكون متفوقه، يعني لازم ما تجيب 99.99، لا 100%. اي، فمو شرط انه الطالب دائما يكون متفوق. صحيح صحيح صحيح. يعني كثير احنا نعرفهم ممكن يكون شاطر بس مو شرط متفوق. ايوه، بس شوفي يعني دائما الاهالي دائما عندهم حرص انه الطلاب يكونوا ايش؟ ابنائهم يكونوا فين؟ في الاي بلس. كلنا نبغى هذا المكان. أيوة. لكن سبحان الله رب العالمين ميز كل واحد فينا بقدرات مختلفه، يعني ممكن تلاقي في ناس العملي غير والنظري غير. يعني كمان يعني في ناس اللي نقدر نقول منهم ستيف جوبز، يعني في يوم من الايام كان من الناس اللي نقدر نقول كان فاشلين على ايامه، بس شوف ما شاء الله تبارك الله كيف يعني عمل انفنشنز واختراعات ووصل لهذه المرحله. فهذا الاشياء اللي بنعرفها قديش قدرات الناس مختلفه. يعني هل القدرات هذا شيء انا يعني اذا ما كنت ناجحه في دراستي معناته انا ما حنجح في حياتي العلميه؟ لا
لا تماما. يعني شوفي كل شيء في هذه الحياه انت قادر على ان انت تتعلمي. يعني ديننا ايش بيقول؟ انما العلم بالتعلم. كل حاجه احنا نقدر نتعلمها، لكن اغلبنا ليه ما بيتعلم؟ لانه مو عارف هو ايش يبغى. يوم ما تعرف انت ايش تبغى حتقدر تتعلم. يعني المهارات موجوده في كل مكان، يعني حتاخذ دورات، حتاخذ كورسات، حتقري كتب، راح توصل للشيء اللي انت تبغيه. فقابله للتعلم، كل مهاره في هذه الحياه قابله للتعلم. شوفي قاعده من قواعد النجاح، ما دام واحد قبلك احد قبلك سواها ليش انا ما اقدر اسويها؟ بالضبط. صحيح صحيح. كمان هذه النقطه، يعني في ناس كثير تايهه في التخصصات، ما هي عارفه هي ايش تبغى، خصوصا من عند مرحله اللي هو اختار ادبي ولا علمي. لا انا اختار علمي عشان يقولوا علي اشطر، مع انه هي ممكن التخصص اللي تبيه ما يحتاج العلم. بالفعل. وهذا انا كده عملت. فا انا يعني كنت عارفه انه انا حابه ادخل اعلام، فدخلت ادبي من اصلها، مو لازم الناس تقول علي انه انا متفوق عشان اخش علمي. صح. فكيف الواحد ممكن يحدد هدفه من البدايه؟ كيف الواحد ممكن يحدد هدفه من البدايه؟ شوفي انا اقول لك حاجه، انت عقبتي على هذه النقطه انه انت وقعتي في هذا الفخ، صح؟ انه مريت بهذه المرحله. انا كمان قدامك هنا كنت في يوم من الايام مهندس حاسب الي، بس ما كنت لاقي نفسي. يعني انا ما احب اقعد قدام كمبيوتر. كيف الان يا رب لك الحمد بكمل الماستر في اداره الاعمال، شيء انا اللي احبه. كيف الواحد ممكن هو يختار بناء على اختبارات؟ في اختبارات بس الناس ما تحب تسوي. يعني افتكر قلت لواحد سوي اختبار قيمته 99 ريال، فقال لي ضيع 99 ريال. هذه الاختبارات بتساعدك انه انت تبرز نفسك، تعرف نفسك اكثر واكثر. يعني اغلبنا بيستبخل انه هو يعمل سياحه لدماغه، لكن لما يجي يبغى يسافر عنده استعداد انه هو يتسلف عشان يسافر. عجبتني سياحه لدماغه. بالفعل.